بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليك سكنا لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. نقف اليوم أيها الإخوة مع فضائل الصدقة التي أمرنا الله عز وجل بها، والتي قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها دليل وبرهان على إيمان صاحبها. فأهل الصدقة هم أهل الإيمان، أي دليل على إيمانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، أي برهان ودليل على إيمان صاحبها. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وإن للصدقة أيها الإخوة فضائل عظيمة. فما هي فضائل الصدقة التي تعود للإنسان المتصدق قبل المتصدق إليه؟ أولا، أن الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الله عز وجل. وإن من فضائل الصدقة كذلك أيها الإخوة تطفئ الذنوب والخطايا. لذلك من كان كثير الذنوب وأراد أن يخفف من ذنوبه فليكثر من الصدقة، فإنها تطفئ الذنوب والخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. فكما أن الماء يطفئ النار، كذلك الصدقة تطفئ الذنوب والخطايا. بل أن الإنسان يوم القيامة في ظل صدقته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: منهم رجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. فمن كان كثير الصدقة كان كثير الظل يوم القيامة، في ذلك الموقف العظيم الذي يتمنى فيه الناس ولو أن يسهبوا إلى النار، فقط أن يخرجوهم من هذا الموقف، أنت تكون لديك ظلا في ذلك الموقف العظيم، فقط بسبب صدقتك التي تصدقت بها في هذه الدنيا. وإن من فضائل الصدقة كذلك أنها فيها علاج للأمراض الظاهرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. لذلك كان السلف الصالح لا يمر عليهم يوم من الأيام إلا ويتصدقون فيه. وروي أن سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، أحد السلف الصالح، جاءه يوم رجل وقال له: إنني منذ 7 سنوات وهنالك جرح في ركبتي، فذهبت إلى الأطباء وأخذت كل العلاج والأدوية، ومع ذلك لم يحصل أي تأثير في العلاج. فقال له سيدنا عبد الله: اسهب في المنطقة الفلانية، ووراه منطقة، فإن أهلها يحتاجون إلى الماء، فأحفر لهم بئرا.
فإني أرجو من الله أن يكون ذلك سببا في شفائك. قالوا: فذهب ذلك الرجل وحفر البئر. قالوا: فلما نبعت الماء شفي ذلك الرجل على الفور. سبحان الله. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. وفي الصدقة كذلك أيها الإخوة علاج للأمراض الباطنية. فذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو له قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسع على رأس اليتيم. وفي الصدقة كذلك أيها الإخوة تطهير للأمراض الباطنية. وإن من فضائل الصدقة أن الله عز وجل يدفع بها أنواعا من البلاءات كان ينبغي أن تنزل على الإنسان فيدفعها الله عز وجل عن الإنسان بسبب الصدقة. بل ولو كان المتصدق كافرا أو منافقا يقبلها الله عز وجل منه ويجازئه بها. ولكن كيف يجازئه؟ فلا تصح الأعمال من غير إسلام. قالوا: يجازئه الله ويكافئه بها في هذه الدنيا. يعني هنالك بلاء كان ينبغي أن ينزل عليه يكافئه الله فيصرفه عنه، لكن يكافئه في هذه الدنيا. أما المسلم فإن الله عز وجل يكافئه في الدنيا بدفع البلاء ويكافئه يوم القيامة سبحانه وتعالى. وإن في الصدقة كذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل يبارك للإنسان في ماله، شيء يسير من المال يكفيه في أشياء كثيرة، فتحصل له البركة في المال بسبب الصدقة. وبالصدقة كذلك يصل الإنسان إلى حقيقة البر التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تتصدقون من هذه الأموال. بل أن المتصدق أو صاحب الأموال لا يبقى له من ماله إلا ما تصدق به. فها هي السيدة عائشة رضوان الله عليها عندما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام الشاة، فسأل السيدة عائشة: ماذا بقي من الشاة؟ فقالت له السيدة عائشة: والله يا رسول الله ما بقي من الشاة إلا كتفها، كلها وزعناها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد بقيت الشاة كلها إلا كتفها، فكل الذي تصدقنا به فهو باق عند الله عز وجل إلا التي وضعناها لأنفسنا. وإن من فضائل الصدقة أن الله عز وجل يضاعف للإنسان المتصدق، فكأنك قد اقترضت من الله قرضا فيضاعفه لك الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فأهل الصدقة يضاعف الله عز وجل لهم صدقاتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين ومن أهل الصدقة. اللهم اجعلنا من المتصدقين يا أرحم الراحمين. اللهم لا يمر علينا يوما إلا وتجعلنا فيه من المتصدقين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. وآذقنا يا ربنا لذة الوصل من فيض فضلك، وتقبل منا الصيام والقيام وسائل القربات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.